تمام سعادتك، متشكرين قوي 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 سعادتك، متشكرين قوي يا باشا، شكرا، مع السلامة. سلام. هو انت بتخطط لايه حرق بدماغك اللي كلها سم تعبين دي؟ خطط لايه انت عبيطة يا نوجة؟ انا خططت ونفذت وشطت ومستني الجون كمان. الحكومة كبست على بيت كمال باشا اللبات. الف بارك، انت بقى تستفاد ايه؟ انا زقيت رمضان على هوجن. اه. وبلغت على رمضان انه هربان من الحكومة. وبلغت على هوجن ان هو قال رمضان عنده. وحطيت لي عيون هناك عشان اول ما رمضان يوصل ابلغ الحكومة. ماشي، انت عايز الحكومة تقبض على رمضان، بردك هتستفيد ايه؟ يا بت يا غبية يا غبية، دلوقتي رمضان هيروح عشان يقتل هوجن، يبقى فيهم واحد هيخلص على التاني. ايوه، كبست الحكومة، خدت واحد منهم على المشرحة بإذن الله يعني، وخدت التاني على العشماوي بإذن الله برضو، ونبقى خلصنا من الجوز. يخرب بيت دماغك يا حراق، ده الحمد لله رب اللي انا مراته ومانيش عدوات ومحدش ضامنه. سم والله سم، احمد ربنا قوي. الحمد لله، بس انا بحبك انت عارف. بس بقولك ايه، قول انت رايحه فين بشكلك ده؟ يعني رايحه لامك، اجيب الواد كرم اخويا. بقى ما تخافش، مش هجيب لها سيرتك. لا جيب لها سيرتي، قولي لها لطفي رجع ليبيا تاني.